استضيف الآن رضوان مغراوي، وهو نائب رئيس التنفيذي لدى لومبارد أوديه جروب ونائب رئيس المكتب التمثيلي للمجموعة عن دولة الإمارات. أهلا وسهلا بك، صباح الخير رضوان، شكرا لحضورك معنا لليوم. خلينا نبدأ أهلا وسهلا أسألك بداية على فعليا جاذبية أسواق البورصات والأسواق الأسهم عامة. أنتم تدعون التركيز أكثر على الشركات الخاصة بالوقت الحاضر وعلى الاستثمار في private equity لأنه هي بتعزز البورصات، هل ما زالت بنظركم هذه البورصات تشكل جاذبية بالنسبة للمستثمرين وتشكل بالفعل مرحلة ناجحة ورابحة بالنسبة للشركات الخاصة؟ سيدة سيبا، يعني بصفة عامة لومبارد أوديه متفائل خلال سنة 2021 بالنسبة للبورصات في العالم كله، يعني في 3 كتل، في أمريكا، في أوروبا والصين وكل يعني جنوب شرق آسيا. لما نتكلم على يعني الاستثمارات الخاصة يعني في البرايفت إكويتي، ما ننسى يعني تقريبا 66% من كل الشركات في الاقتصاد العالمي هي لسه بأيدي خاصة، يعني غير متداولة بالبورصة. لكن في نفس الوقت لازم يكون المستثمر يعني ما على يقين كون هذه الاستثمارات على المدى الطويل، لازم يكون عنده بعد زمني على الأقل 10 سنوات، لكن في الأخير العائدة حتكون يعني أكثر من عائدات يعني الشركات المتداولة بالبورصة. أعطيني وجهة نظركم في الاقتصادات العالمية حاليا، هل فعلا نرى انعكاس لما نشهده من نمو ونشاط في أسواق المال؟ هل نرى ذلك ينعكس في الاقتصادات العالمية؟ وما هي أهم محفزات الاقتصاد بالوقت الحاضر، طبعا بالنظر للصعوبات أيضا التي نواجهها إن كان إغلاق أو جائحة بالوقت الحالي؟ في وجهة النظر يعني لومبارد أوديه عن التفاؤل يعني في سنة 2021، يعني حنبدأ بالأرقام وبعد حنفسر. يعني أول شيء لومبارد أوديه تتوقع نمو اقتصادي يعني في سنة 2021 حيكون تقريبا 4.6% بالنسبة لأمريكا، 4.8% بالنسبة لأوروبا، و 8.4% بالنسبة للصين. والأسباب هي يعني في رأي لومبارد أوديه يعني تطعيم الناس خلال 6 أشهر، يعني إن شاء الله حل مشكلة يعني الجائحة بصفة عامة. أكيد العالم لسه يعاني يعني من مشكلة الوباء، لكن إن شاء الله بعد 6 شهور يعني لما يكون تعميم يعني التطعيم على كل العالم، يعني إن شاء الله حتتحسن الأمور. في نقطة ثانية هو أنه يعني الدعم العالمي يعني بالنسبة للتمويلات مثلا الفيدرالية والحكومية وكذا، وهذا فيه تعهد من كل الكتل الكبيرة يعني أمريكا، أوروبا والصين للاستمرار في هذا التمويل، يعني على الأقل إلى خلال مدة 2021 وممكن إلى ما بعد ذلك. ما هي وجهة نظرك؟ يعني في نقطة ثالثة هو يعني بعد انتخاب الرئيس بايدن، يعني الحين حيكون في تحسن يعني في التجارة العالمية، وما يعني تحسن يعني في نفس الوقت حيكون في تحسن في النمو الاقتصادي العالمي. نعم، بالنسبة لتحسن التجارة العالمية، يمكن الظروف الاقتصادية ملائمة، لكن أيضا هناك ظروف أخرى تحكم. طبعا نسمع تصعيد ما بين الولايات المتحدة والصين، الصين وأوروبا عندها مشاكلها، أيضا الصين تحاول الانغلاق على نفسها، أو هي وجيرانها عم بيعملوا بلوك تجاري جديد. ف شو اللي بيعطيكم التفاؤل بنمو الاقتصادات العالميه ونمو تحسن التجاره العالميه؟ يعني التفاؤل اول شيء اين كنا واين صبحنا، يعني لو شفنا مثلا حاله التجاره العالميه في عهد دونالد ترامب، يعني كانت الامور سيئه وكان فيه يعني فروض جمركيه على الصين وكذا، هذا خلى يعني التجاره العالميه في سنه 2019 و2020 يعني نزلت الى حد يعني ادنى. لكن الحمد لله مع انتخاب يعني رئيس بايدن، اكيد حتكون دائما يعني فيه المفاوضات بين الصين وامريكا، ما حتزيل هذا، ما حتروح كل المشاكل، لكن حيكون فيه تحسن. الرئيس بايدن حيرجع للاتجاه يعني عالمي، ما هو زي ما عنده سياسه دونالد ترامب. واحنا لومبارد أوديه اذا متفائلين في الاداره العالميه.
طيب هذا بالنظر الى العالم ككل، اذا ما نظرنا للعالم باجزاء وباقسام، اي مناطق الجغرافيه بتعتقد انها اكثر ستكون الاكثر استفاده من التحسن المتوقع اذا؟ يعني اكيد الحين في ثلاثه عوامل، هما يعني انخفاض الدولار وحيتواصل يعني خلال 2021، انخفاض نسبه الفائده بالدولار وتحسن التجاره العالميه. مين حيستفيد اكثر؟ هم البلدان الناميه وخاصه في جنوب شرق اسيا وبلدان الخليج الى حد ما. نعم، واذا ما تحدثنا عن القطاعات الاقتصاديه، وين بتشوفوا ايضا الرابحين الاكثر من هذا الوضع الجديد؟ يعني الحين من بعد أزمة الكورونا يعني وتغيير أسلوب حياة الناس بالعالم كله، ملايين الناس يعني الشغل من البيت، يعني استعمال التكنولوجيا وكذا، في ظاهرة جديدة الحين يعني طلب من كل المستثمرين وخاصة يعني الجيل الجديد وكذا، الاستثمار في ميدان الاستدامة. والحين يعني حيكون في 2020 21 يعني حيكون اتجاه قوي الى الاستدامه، يعني كل شركه اللي عندها في نموذجها البزنس موديل كذا حتكون عندها مثلا اتجاه واولويه للاستدامه، هذه حتكون الشركات الرابحه في المستقبل. لذا يعني الحين المستقبل والشركات الرابحه في المستقبل حتكون الشركات اللي تهتم اكثر يعني بالاستدامه وبحمايه البيئه.